السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه هبد كوره، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدا في الحلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن دوري الابطال ما بعد مباراه مانشستر سيتي ودينامو زغرب، وطبعا كان في نتائج عجيبه النهارده. توتنهام بيسقط على ارضه بخساره مذله امام بايرن ميونخ 7-2 7-2. بايرن ميونخ ما بيهزرش، جنابري جايب سوبر هاتريك سوبر هاتريك يا جماعه. وريال مدريد بيتعادل 2-2، وطبعا اليوفنتوس فاز 3-0، وباريس سان جيرمان فاز على جلاتا سراي في تركيا 1-0. هنتكلم طبعا عن مباراه مانشستر سيتي ونذكر برضه مباراه بايرن ميونخ ونذكر بقيه النتائج، بس هنتكلم عن ماتش مانشستر سيتي ودينامو زغرب طبعا وتالق رياض محرز. انا كنت سجلت الشوط الاول وحللت الشوط الاول، وهحلل دلوقتي الشوط الثاني. عايزكم بس تتفرجوا على تحليل الشوط الاول كان الكلام على ايه وانا قلت ايه اساسا. قلت ان رياض محرز المفروض يلعبوا ناحيته ما يلعبوش الناحيه الثانيه، وفعلا ده اللي حصل الشوط الثاني، وقدر باسيست رائع من رياض محرز يصنع جون لستيرلينج اللي جاب الجون الاول. كانت المباراه معقده والمباراه ميته، والجون ده فتح المباراه وعمل مباراه رائعه الشوط الثاني. رياض محرز الاول ما كانش بيجي له كور اساسا زي ما قلنا. يلا بينا نخش على الحلقه ونتكلم بقى باستفاضه جوه الحلقه. هسيب لكم الشوط الاول، انتوا هتتفرجوا على الشوط الاول وهحلل دلوقتي الشوط الثاني. يلا بينا نخش على الحلقه. بس قبل ما نخش على الحلقه، لايك وشير للحلقه، اللايك الكتير لايك كتير عشان خاطر الحلقه الدنيا كلها الناس كلها تشوفها، وسبسكرايب للناس الجديده وفعل زر الجرس. ومبروك لمانشستر سيتي، ويلا بينا نخش على الحلقه. بداية هنتكلم عن الشوط الاول. الشوط الاول زي ما كنا متوقعين الفيديو اللي قبل اللقاء، بس كان في تغيير واحد حصل. انا كنت متوقع انه هيلعب بستيرلينج مكان برناردو ويجيب برناردو في نص الملعب مكان رودريجو. هو عمل ايه بقى؟ هو لعب عادي ادرسون في حراسة المرمى، لعب اوتيميندي وجنبه فرناندينيو، كانسيلو ناحية اليمين بدل وولكر، وناحية الشمال مندي مكان زينكوفيتش. ده التغييرات اللي بقول لكم عليها اللي حصلت عن مباراة الدوري. في نص الملعب لعب بثلاثة جوندوجان وديفيد سيلفا ولعب رودريجو. انا كنت متوقع انه يلعب ببرناردو سيلفا ويلعب بجوندوجان ويلعب بديفيد سيلفا قدامهم زي ما توقعت رياض محرز. والناحية التانية كنت متوقع ستيرلينج لا لعب مكانه برناردو سيلفا وقدامهم اجويرو. الشوط الاول مانشستر سيتي متسيد اللقاء، بيعمل كل حاجة في الكرة ما عدا الاهداف. الفرقة التانية طبعا دينامو زغرب منكمشة خالص، بيدافعوا دفاع منطقة، يعني اللعيب اللي هو المهاجم بيلعب قدام ال 18 من شوية صغيرين، يعني قبل دايرة النص ياما. والفرقة منكمشة في نص ملعبها وقدام ال 18 بتاعها، بحيث ان هم عايزين يضيقوا المساحات على مانشستر سيتي. طبعا هم عارفين قوة مانشستر سيتي في المساحات، لو هتدي مانشستر سيتي مساحات مش هتشوف، لو هتدي مانشستر سيتي الفرصة وتديها مساحات وتروح بيها الفرقة مش هتشوف، ممكن يخش فيها 3-4. هم جايين عاملين حسابهم ان هم جايين يدافعوا قدام مانشستر سيتي. طيب لو هنتكلم عن رياض محرز، ورياض محرز ما ظهرش ليه في الشوط الاول، ورياض محرز كان فين في الشوط الاول، اقول لك. بص، اللعيبة كلها مصممة تلعب ناحية الشمال، ناحية مندي وبرناردو سيلفا وديفيد سيلفا، التلاتة دول متكتلين في الناحية الشمال لمانشستر سيتي. الناحية اليمين طبعا فيها كانسيلو وفيها رياض محرز. اللعب كله انت لو اتفرجت مفيش كورة بتوصل ناحية اليمين الا نادرا لما بيتزنقوا بيودوها هناك. رياض محرز معزول، يعني شبه معزول، الكرة ما بتبصاش ليه غير في الاوقات المزنوقين فيها. اللعب كله ناحية مندي وناحية طبعا برناردو وديفيد سيلفا، بيلعبوا الناحية التانية، يعني بالطبيعي ان رياض محرز مش هيبان. وغير كده ان اللعيبة مقفلة، يعني رياض محرز لما حتى بيستلم الكرة بيلاقي اتنين لعيبة مقابلينه. ده طبعا انا مش عارف ليه مصممين يلعبوا من ناحية مندي. مندي اساسا رفع حوالي 7-8-10 كور وكلهم غلط، مفيش رفعة من اللي رفعها او باصة من اللي باصاها في جوه ال 18 كويسة. مصممين يلعبوا ناحية الشمال، حتى رياض محرز لما بتروح له الكورة وهي مزنوقة، هما بيتخلصوا من الكورة عشان الحتة دي مزنوقة.
طبعا يعني مش عارف هم مصممين على ناحيه مين دي ليه، هنشوف جوارديولا هيعمل ايه الشوط الثاني. مانشستر سيتي على غير العاده مش عارفه تجيب جول، مانشستر سيتي استحواذ 68% مقابل 32%، يعني استحواذ ساحق بس مفيش ترجمه للاهداف، كل واحد بيجي له الكوره عايز يشوطها. طب يا جماعه العبوا مع بعض، اجويرو بياخد الكوره ويبقى جاي حد من تحتيه محرز من تحت، دي برناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، لا هو عايز يشوط يلف ويشوط برده كذا كوره شفناهم. كوره هم النهارده ما تفهمش في ايه، مانشستر سيتي ما تفهمش اللعيبه مالها النهارده ومصممين يلعبوا من ناحيه الشمال ناحيه اليمين لدينامو زغرب، مش فاهم ليه. يعني هو ممكن ينوع اللعب، يلعب ناحيه اليمين شويه ناحيه الشمال شويه. رياض محرز كنا بنشوفه في كور كتيره كان بينزل لنص الملعب عشان يستلم، الراجل معزول الناحيه الثانيه، محدش بيبصيله ومحدش بيوديله الكوره غير زي ما بنقوله في المزنوقات بس، لكن هو بقى يهرب ويستلم ويسلم بس. برضو اللعيبه متكتله، لازم هدف في بدايه الشوط الثاني عشان يبتدي مانشستر سيتي يلعب لعبه. هنشوف الشوط الثاني، اعتقد انا شايف يعني انه ممكن يطلع برناردو سيلفا وينزل ستيرلينج مع رياض محرز الناحيه الثانيه، وممكن هو مجنون يطلع رياض محرز مع ان رياض محرز هو اساسا ما وصلتلوش الكورة. عشان نشوف رياض محرز الكورة ما بتوصلش، يعني انت وصل له الكورة والعب ناحيته، يعني الشوط التاني لعب ناحية محرز واتفرج وشوف اللعب، انت الشوط الاول كله بتلعب ناحية الشمال، عايزين نغير اللعب ننوع اللعب. هنشوف الشوط التاني لازم هدف عشان التكتل اللي حاصل من فرقة طبعا دينامو زغرب، جاية مذاكرة كويس جوارديولا وجاية مذاكرة كويس لعب مانشستر سيتي ومقفل لهم المساحات مضايقينها، وان كان في كام فرصه كان ممكن يترجمها مانشستر سيتي. برناردو سيلفا ضيع واحده، اجويرو ضيع اثنين، ديفيد سيلفا ضيع واحده، يعني كوكتيل النهارده ضيع. محرز لا، محرز ما جاتلوش حاجه الشوط الاولاني، هنشوف الشوط الثاني ويلا بينا نخش على تحليل الشوط الثاني. هتكلم عن الشوط الثاني طبعا زي ما قلنا في الشوط الاول، شفت تحليل الشوط الاول وقلنا ان المفروض كان بدا بستيرلينج، وكنت متوقع انه هيبدا بستيرلينج مكان برناردو سيلفا، وكنت متوقع برده في التغيير انه هيطلع برناردو سيلفا، وقلت ده مجنون ممكن يطلع رياض محرز، بس انا ما كنتش عايزه يطلع رياض محرز، وقلت ان رياض محرز الشوط الاول المفروض اللعب ما كانش عليه، رياض محرز كان مظلوم الشوط الاول، اللعب كله كان ناحيه الشمال، لما غير اللعب ونوع اللعب قدر رياض محرز يصنع هدف جميل، هو اللي بدا الكوره وراح استلم الوان وخد التو ولعبها راحيم ستيرلينج، حطها جميله وعمل اكتر من كوره لديفيد سيلفا واجويرو بس ما ترجموهاش، وجات له كوره ضيعها. بس في المجمل الشوط الثاني رياض محرز غير الشوط الاول خالص، لان زي ما قلنا اللعب ابتدى يبقى عليه ويبتدى ينوع اللعب ناحيه اليمين والشمال، ولما نزل راحيم ستيرلينج عمل دويتو كويس مع رياض محرز، وده اللي انا متوقع ان هم الاثنين هيقوموا مع بعض كويس. برناردو سيلفا بيلعب اساسا ناحيه راحيم، بيلعب من ناحيه رياض محرز مش ناحيه راحيم ستيرلينج، المكان ده بتاع راحيم ستيرلينج. الشوط الثاني التغييرات اثمرت، انا شايف من وجهه نظري نجم المباراه راحيم ستيرلينج ومن بعده رياض محرز. راحيم ستيرلينج هدف واسيست، الفودن نزل البديل اللي نزل في اخر 3 دقائق نزل حط الجول الثاني، طبعا الجون بتاع ستيرلينج فتح المباراه، طبعا لو الجون ما جاش كانت هتتازم، ما كانوش عارفين يخترقوا الوان تو اللي حطها له محرز، حلوه قوي جول محرز كده بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب. 18 مشاركه اساسي، 18 مساهمه في الاجوال بالاسيستات والاهداف، طبعا مبروك لمانشستر سيتي، اداء رائع لمانشستر سيتي الشوط الثاني، وخصوصا بعد الهدف الدنيا كانت متقفله وتحس ان جوارديولا خلاص تنشن وكان خايف من المباراه وعمل تغييرات، كنت خايف انه يطلع محرز لان فعلا برناردو سيلفا كان المفروض يطلع وطلع برناردو سيلفا، وقدرت التغييرات تاتي بثمارها. طبعا مبروك لمانشستر سيتي الصداره، فاز 2-0 النهارده، اداء رائع من ستيرلينج ورياض محرز. رياض محرز الشوط الثاني غير رياض محرز الشوط الاول، لسبب ان اللعب كله ما كانش ناحيه رياض محرز الشوط الاول. نتكلم بقى عن المفاجاه المدويه والمفاجاه اللي محدش طبعا كان متوقعها، سقوط توتنهام على ارضه 7-2. توتنهام الفرقه اللي على ارضها بتبقى غير، اللي وصلت لنهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، تتغلب على ارضها من بايرن ميونخ جامده، بس مش 7-2، مش الخساره المذله دي، مش تتغلب على ارضك 7-2، مع ان على علم كمان هم كانوا فايزين 1-0، وطبعا يعني
حاجه غريبه 7-2 جنابري جايب سوبر هاتريك. فرقه بايرن ميونخ فرقه قويه جدا 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 شكلها السنه دي، غير ليفاندوفسكي جايب جولين او ثلاثه يا جماعه، الاجوان كانت كتير قوي، جايب جولين جايب جولين واربعه سته ومش عارف مين اللي جاب السابع، بس 7 في ارض توتنهام نتيجه تقيله ومذله، وزي ما انت عايز تقول تقول، انت راجل كنت واصل نهائي دوري الابطال تتغلب بالطريقه دي، تتغلب بالشكل المغزي ده، داي اوف طبعا لتوتنهام. توتنهام ما كانتش موجوده في المباراه طبعا. مبروك لبايرن ميونخ وكل عشاق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ غير 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 ريال مدريد بدوره، اتعادل 2-2 بعد ما كان مغلوب من كلوب بروج على ارضه 2-0، كان مغلوب في سانتياغو برنابيو 2-0 الشوط الاولاني، وقدروا يرجعوا بهدفين لبنزيما وكاسيميرو ويتعادلوا 2-2. مش ده الريال، الريال متزيل ترتيب المجموعه بياتي في المركز الرابع، حاجه مغزيه جدا جدا. الريال اللي متصدر دوري ابطال ب 13 دوري ابطال بعد الجوله الثانيه بيبقى في ديل المجموعه بنقطه واحده، حاجه مغزيه جدا. اداء مفيش اداء، هازارد مش موجود، اللعيبه كلها مش موجوده، اداء زي الزفت، الدفاع وحراسه المرمى زي الزفت، الدنيا بايظه. عايزين نشوف الريال، لازم انتدابات في الفتره اللي جايه في يناير، لازم يدعم ويصرف فلوس، لان الريال كده هتقع هتقع وهتطلع من دوري الابطال في اقرب وقت. طبعا بدوره يوفنتوس قدر يفوز 3-0 على ارضه، طبعا نتيجه كويسه لليوفنتوس. اليوفنتوس كده كانت متعادله الماتش الاولاني مع اتلتيكو مدريد، كده بتتصدر، ولو اتلتيكو كده بتتصدر اعتقد، لان اتلتيكو مدريد مش عارف نتيجتها بكره هتبقى ايه، بس هو كده متصدر. طبعا نتيجه طيبه لليوفنتوس. بدوره باريس سان جيرمان قدر يفوز بره ارضه على جالاتا سراي في تركيا 1-0، وتصدر المجموعة بتاعته مع ريال مدريد. هنشوف اللي هيحصل. مبروك لكل عشاق باريس سان جيرمان، ده لو ليهم عشاق اساسا ما علينا. يعني كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. قول لنا رأيك في اداء رياض محرز النهاردة، رأيك في اداء بايرن ميونخ النهاردة، رأيك في اداء توتنهام الكارثي النهاردة مين، وقول لنا انت بتشجع مين وفرقتك عملت ايه، ومتوقع البطولة المجنونة دي هيحصل فيها ايه. مبروك لكل عشاق مانشستر سيتي، اليوفي، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان. وكده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. لايك وسبسكرايب وشير للحلقه. سلام.